شو بتخافي؟ أنا عادة عندي كتير قصص بخاف منها بحياتي. من شو؟ مثلا أنا بدي خبري خبرية عن الخوف، الخوف الفعلي مش الخوف المعنوي، يعني مش بخاف أنا بعقلي من إنه يصير شيء معي، نو بخاف من شيء معين، إنه أنا عندي خوف بالليل مثلا كتير كبير، عندي خوف من النوم بالليل، عندي مشاكل بنومي كتير كتير كبيرة، وعندي على فكرة هول ما حدا بيعرفهم المعلومات، وعندي خوف بيخلق بأول النوم عندي وقت أنام لأنه تعرضت لقصص بشعة بحياتي، ومنهم الخطف اللي أنا تعرضت له بحياتي، وكل أثر هيدي الخبرية علي لما انخطفت ما بيظهر من حياتي اليوم بالمرة ولا مرة، بعيشه يمكن كل ليلة. هذا الخطف اللي صار من بال2005 ببيروت. ببيروت انخطفت وقتها، سرقت، كانت محاولة سرقة. هن كانوا بدهم يسرقوا السيارة، بس بما انه كانوا بعد مش معودين مش معلمينهم كيف يسرقوها للسيارة بلا ما يخطفوا صاحبها، فانخطفت لفترة طويلة، يعني انا لقلي ليلة كاملة كتير مأثرة فيه. شو بتعمل لي خوف لقلي انا من الناس، من قعدتي بالبيت، من وجودي على الطريق، من قديه بنقص، قديه بخاف من قصص، ما بحب حدا يمزح معي بهول الامور او يتعاطى معي باستلشاء فيها. قلت لي من خطفت انحطيتي بغرفه مظلمه؟ لا لا لا، ضليتني بالسياره، بس كانوا عم بيعملوا معي قصص هيك مرعبه، كان في حدا عم بيحاول يقتلني كل الوقت. كيف يعني؟ بمسدس، مش ما بعرف شو بسموه بالمصري، المسدس البكر بسموه بلبنان، اللي بيبرم على كل رصاصه، يجرب يقوس يعني تطلع رصاصه فاضيه. هو اكيد يمكن ما كان في رصاصه او كان في رصاصه ما بعرف، بس انه في كثير قصص. انه بدهم يسرقوا السياره، ليه بدهم يعيشوك الرعب كل الوقت؟ هي عصابه كانت كثير كبيره، واللي صار معي منه حلو، ما بيظهر مني. بوقتها مايا شو تذكرتي بهيدا؟ شو كنت عم بتفكري ساعة الخطف؟ كيف رح موت؟ هيك كنت عم فكر، انه موت بلا وجع، موت هيك بشي مثلا يقوسني احسن من انه يتعذب بغير طريقة. ايه هيدا موضوع تما نرجع نحكي فيه له كموضوع، بس اكيد عنده اثر كتير كبير على حياتي وعلى ليلي وعلى نومي. يعني ولا مره بتنامي مرتاحه؟ ابدا ابدا، وعائلتي بيعانوا معي من هذا الموضوع. بتقومي من التخت بتمشي كتير. بركض بضل بنقزاني، يعني خايفه متضايقه، ما اعرفش. ما فيك تنامي يعني بغرفه لحالك انت؟ ابدا. وبغرفه فندق اذا عندك سفر؟ عندك كل الوقت يعني عندي اختي وحدا تاني، كل الوقت بيكون في حدا منهم نايم عندي. نو واي، حتى لو عندهم اوضتهم بس بدهم يقعدوا عندي. لا تخفي يمكن تيتركوك؟ اكيد لا لا، ما بيتركوني. ممنوع. بناموا عندي. اذا وعيتي ولقيتي حالك لحالك شو بتعملي؟ كثير ببكي، كثير بصير عندي مشكله هيك، بحس انه قلبي ما عم بيوقف يدق، بدي يخلص الليل، بيطمني انه يطلع الضوء. انت مايا انسانه بتصلي صح؟ جدا. كل ليله. ما بتسلمي امرك لربك تقدري تتخلصي من هيدا الخوف؟ بلا، عملت كل ما له خصه، ما هو انا ونايمه، فانا ما بقدر، ماني مسيطره انا عليه. في قصص بعملها بتذكرها، في قصص ما بتذكرها حتى. صار عندك خوف من الموت من بعد الحادثه؟ لا، ما مش هو الموت اللي بيخوفك؟ ابدا ابدا ابدا، الاشخاص، الليل هيك. مشان هيك معك دايما شخص بيرافقك مطرح ما بتروحي؟ كل المحلات. بتخافي من الناس؟ صار بقدر ما بتحب الناس بتخافي من الناس؟ بخاف يعني من اذا كنت بمحل مش من الناس. لا، مش المحبين، بس يكون في حدا الاذيه، لانه هي طريقه القصه اللي صارت معي كانت بتحس فيها بالامان، يعني بدل ما تحس فيها انك مخطوفه كرمال هيك، يعني هيدا
انهم يقولوا انه هن ناس ويطلعوا ناس تانية، انه انا هن قالوا انه هن امن دولة وهن طلعوا عصابة. بدا وقت ايام السرقة يعني. ومع كل هيدا اللي صار ما جربتي تستشيري حدا نفسي بهيدا الموضوع؟ اول الموضوع اتصلت بطبيب، بطبيبة بالاحرى، سألتها سؤال ليه انا قضيت من بعد هيدا الفترة، من وقت ما صارت معي القصة يعني ثانية الخطف لبعدها يمكن بشي 5 شهور ما ببكي. وكل الحد وامي والانهيارات واللي صار وانا ما ببكي، ما بقدر ابكي يعني، وقف عند الدمع او هيك جمدت. حكيت قلت لي هذا شيء طبيعي، هذا شوك لانه انت ملتي صدمه. ايه فاكيد عندك يعني تترجم بهيدي الطريقه، بس بدك تعطي حالك وقت، بدك تقعدي مع حالك وتحسي القصص وتظهريهم منك قد ما بتقدري. في شغله من القصص اللي انه انا عن جد ما بحكي، بس هذا الموضوع كتبته. كيف؟ كل الموضوع اللي صار معي كتبته. بي؟ بي عندي انا بكتب على فكره. خواطر؟ لا مش خواطر، بكتب شو بصير معي. لا لا ماني شاعره ولا مذكرات يعني؟ مذكرات. كتبتيه بمذكرات؟ ايه عندي عندي اياه هيك بكله بصفحات. بعدك عم تكتبي لليوم؟ تكتبي مذكراتك؟ قابله للنشر في يوم ما؟ لا كثير بيرسونيل. وليه بتكتبيهم؟ ما بعرف، يمكن لانه تأحكي. بس في شيء كمان عم بلشت اعمله، انه الشيء اللي ما بدي اتذكره بطلت اكتبه. يعني قبل كنت اكتب كل شيء الحلو والبشع وال وال وال، هلا اوقات القصص اللي ما بدي اتذكرها بالمره ما بكتبها وبشيلها من حياتي، هيك بشيلها بنساها. تقدري تعملي ديليت؟ يس اي كان.